الشيعة أكثر في إيران. ليش؟ لأنه عمر الخطاب كسر مخشومهم وأذلهم، كسر مخشومهم وأذلهم. يعني إمبراطورية عظيمة مثل الفرس يجون مثل ما نقول عرب أجلاف على البعرام، هذه بناك تبقى يعني سنة سنتين تروح ما تروح، مئات السنين ظل كراهية باقية. ولهذا أعدى الشيعة إيران مو أبو بكر ولا خالد الوليد، عمر، دائما عمر، يلعن عمر. ليش؟ ورتبوا عليه شنو؟ أنه كسر ضلع الزهرة حتى يعطوا طابع ديني. ومن نبوع الدم من سبييها يعرف عظم ما جرى عليها. ولا ولا كسر ضلع الزهرة ولا واقعا. لذلك بعض المؤرخين يقولون أن الزهراء لما عُصِرت بين الحائط والباب أول نداء نادت به قالت يا مهدي. الله أكبر. يعني هو هذا ابن الذي ينتقم، ينتقم من أولئك الظلمة. نعم. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. بل قتل واحد أتباعي على هذه المسألة، قتل واحد أتباعي على موضوع إنكار كسر ضلع السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها. نعم. كما يدعون أن سيدنا عمر رضي الله عنه قد فعل ذلك، والحقيقة سيدنا عمر نعم كسر ضلعا، هذا صحيح، نعم، ولكن كسر ضلع يزدجرد فارس.